أمين يا منزلاوي، يا أمين، يا أمين، أمين يا منزلاوي، يا أمين. مالك يا فاطمة؟ ما فيش ياما، داني كنت عايزة اشم شوية هوا في البرد ده. انا اصلي مش جالي نوم الليلة دي، مش عارفة ليه، مع اني مستحمية بمية دافية. اخوكي رجع من برا؟ امين؟ ده رجع من بدري، اتعشى وناموا يا اخواته. تصبح على خير ياما. وانت من اهل شربة وما تدقي للنجوم وعلى القدم شبة. مهلك يا شويش، ما تتفزعش كده. أصل أمي عيانة، فرسك أمي مظر، راح أجيب لها الحكيم الدكتور، يعني سيبنا أجيب لها الدكتورة. لا لا يسيئك يا جوني. I'm not Johnny. اللي ما يعرفك يجهلك. اسمك إيه؟ هو أنت اسمك إيه؟ اسمك نيم نيم بتاعك؟ I'm Jack. Jack Nelson. عاشت الأسامي يا سي جاك.
سيبني بقى اجيب الحكيم نومي. كم بك؟ بعدين بقى بتخليك حلو مال، خليك سويته جاك، ربنا رجعك لو مجاك بالسلام. انا مش هعوق. يا سيد معلش قلقت منامك. ايه اللي مخرجك الساعه دي؟ الولا، الولا امين ما رجعش لدلوقتي يا سيد. رجعش؟ قلبنا عليه البلد انا وخلا مساعد، انا خايفه يكونوا ولاد الحرام تخوه. ايه اللي بتقوليه ده يا فاطمه؟ ماني شايفاهم بعينيا، دول هم دايرين يدخوا في ولاد الناس، ولو ماني وليا كانوا طخوني هاجمين ولك لابس السكك. طب اقعد ارتاح. واللي يتشك في قلبه ده يجي من ورا راحه، يعني يرضي ربنا شحطتي كل ساعه والتانيه بالشكل ده؟ إلهي ينتقم منك يا أمين يا ابن حبيبة. امال الفايت أمك مع مين؟ مع ربنا. يعني حفوتها مع مين؟ ضحكت عليها وقلت لها نايم من صباحية ربنا، حطت دماغها ونامت، وأني بقى قهري وأنكت في روحي وهو ولا على باله. خير إن شاء الله طمني. الله في سماه، إن طلع سليم وكان بيتمرقع هنا ولا هنا لأكون مكسرة دماغه. أربعة وستة. عفارم يا ريس. الفلوس، خلينا نتوكل. جاهز أهو، عدوه. في جماعة عندهم خمس حتة ستين فرنساوي أنضف من دول، ليك مزاج؟ نشوفهم امتى؟ الليلة الجاية زي دلوقت. أليستا؟ أليستا. ليلتك فل. من نهار ما نزلوا بتوع الباراشوت ما شفتش ليلة أسود من ليلاتي. ولاد الحرم طايحين في البلد من مشرقها لمغربها يطخوا كل اللي يعطروا فيه. مش فايتين ولا عايل ولا مش بقولك امين انت تفهم من بقك يا فاطمه؟ حرام عليكي. ما راح فين؟ الارض انشقت وبلعته. جبت امك اخويا يا ضنايا يا امين، مع اني قايله له منبه عليه ما يتاخرش بعد المغرب. أوه. مش وقت ولا يا فاطمه. امال وقت ايه؟ وقت ايه؟ خش يا ام سعد، خش لامه هديها بكلمتين. يلا ربنا يلطف بيكوا يا ولاد حبيبه، ولا يورينيش فيكوا يوم وحش ابدا. تعالى معايا يا بوري. على فين يا ريس؟ تعالى معايا وانت ساكت يا ولد. يجي معاك فين يا سيد؟ اجيب لك اخوكي من تحت تعطيه الارض. تجيبه لي منين؟ اقعد، ما احناش ناقصين. الله، هنقعد نتفرج على بعض كده والولا يروح يتحرق بجاز؟ اذا كان ما بيخافش على روحه هنخاف احنا عليه؟ بس لو اعرف هو فني مصيبه دلوقتي. ولا احنا فينا من الخنصر. ولا عيب يا معلم، مش انا اللي خنصر منك. بقيت الفلوس فين؟ طلعهم احسن لك. طب اني قدامك هو يا معلم، فتشني. اللي لقيت معايا قرش صاغ واحد اضربني خرطوش اهو. سيبه سيبه سيناريو. يرضيك عايز ايه ده الحكايه هنا يا معلم؟ قلت لك سيبه سيناريو. الله، ولا احنا مش اتفقنا الحته ب 15 جنيه؟ ولا حصل يا معلم، بس الناس برضو عشمانين فينا، وبعدين لازم نساعدهم، دي الرجاله بيدافعوا عن البلد، ولا يعني احنا اقل منهم مرجانه؟ الدوريه جايه. ادفع سنان.
عباره 60 داهيه. تقدر تخرج كده يا ولد؟ ما تخافش عليا يا معلم، انا بعون الله نكلم العصافير. توكل. اسمع، بكره بعد المغرب طلبيتك الجديده هتكون جاهزه، بس انه بادي من غير خنصره. انت لسه مامن له يا معلم؟ السلام عليكم. جه وعهد الله سيامين جه اهو. انا قلت لكم ده بيتمرقع، ما صدقتونيش. جه صحيح يا ولاد؟ كنت فين يا ولا؟ اصبري يا فاطمه امال. خش لي هنا وانت دغري. كنت فين يا ولا السعاده ولا؟ هدي نفسك يا فاطمه عشان خاطر امك العيانه اللي جوه دي. انا عايزها بقى تقوم تسمع وتشوف عمايل ابنها عشان بتزعلي ياما لما بمد ايدي عليه. قومي شوفيه كان فين. كنت فين يا امين يا ابني؟ وبعدين؟ خلاص. وبعدين يعني ايه؟ انا خلاص ما عدتش قادر على الواد ده. يعني اعمل لكم ايه علشان اثبت لكم اني ما عدتوا الصغير؟ شوفوا بجحت عين الولد. اخذ الشيطان يا فاطمه. ما هتعمليش كده، هتفرجي علينا الناس. هي المرجله يا امين يا ابني انك تسيب امك واخواتك في ليله زي دي؟ هو ده بيحس ولا هي المرجله تناحى وزعيق وتخانه صوت؟ واجب عليك يا ابني تقدر ظروف الناس اللي انت عايش معاهم، من حقهم يطمنوا عليك، واجبك انت كمان تطمن عليهم. من ناحيتي انا مطمن عليهم، كفايه عليهم انت يا عم السيد، البركه في نفسك قاعد موالي الحريم. طب اوعي بقى ابو سعد. مش كده ده صافي ما يجيش الا بالسكه على دماغي. علي يا فاطمه علي دي يا فاطمه، يا فاطمه بقى عايل ما تزعلش منه يا ريس. يلا بينا. الله الله الله، والانجليزي اللي بره يا ريس. يما ريس سعيد، يما ريس سعيد، يما العين يا ما العين. شوف والله لا اقطع خبرك. هتفرد رجلك شويه يا ريس. بقولك ايه، ما تيجي نخرج من هنا، هنطلع على المناخ دغري. اسبقني بور انا في ضايق، ما تقلبش مخك بور. البركة في نفسك قاعد موالي الحريم. الحريم يا ريس، بالانجليز يا ريس. رئيس مراته بتولد بالبيبي. الداية ساكنة في البيبي. بعد الله احنا غلابة يا شويش. انا جوي. يقول ايه؟ جوي. عايزين نمشي ولا ايه يا رئيس؟ جوي. صاي عايزين نجري. فريرة يا جدع. جوي. هلأ. السيدة استفاطمة. مال؟ الانجليز تخوه. يا لهوي. بس جات سليمة، ما تخافيش. سيد سيد في يا بوري.
عمك السيد امين. ايه تخولة دي الامانة. سيد عملوا فيك ايه يا سيد؟ سلامتك يا نني عيني، انا السبب فيك ايه يا سيد؟ خير يا فضل، ما تعمليش في نفسك كده. الحمد لله بتوع الاسعاف طلعوا لي الرصاصه من رجلي. بسيطه بسيطه ازاي؟ سلامه رجلك يا لهوي، كان بداها رقبتي ولا كنتش طلعت زعلان من عندنا في عز الليل؟ ما قلت لك ما تطلعش يا سيد، ما سمعتش كلامي. منه لله امين. يا ريتني كنت تاني يا سيد، يا ريتني كنت تاني. فداك عمري كله يا فضل. الشاي يا بوري. ها؟ من عناية يا ريس. مسبب الأسباب هون على الأحباب وخف حمل الهموم ودم هوانا شباب وخف حمل الهموم ودم هوانا شباب. غور يا ريت لو هي غور منك لها جاف كل بلاوي. غوري غوري يا بنت يا مقروضة، انت غوري ياما. بقول لك البلد كلها ملهاش سيره غير فاطمه، فضحتنا بقت بجلاجل. هي ولا اكتب ما تقولش كده ياما. هو انا اللي بقول، انا لو اقدر اشيلك كنت خدتك وشيلتك علشان تسمعي بنفسك الناس بتقول علينا ايه. فاطمه بنت امين المنزلاوي اللي كان رئيس البحر كله، وقع في غرامس السيد اللي كان صبي عند ابوها، ما يستعناهوش حتى يرصوا النار الحميه. امين ياما بقول لك، دي خدت البحر كله وهي ناكشه شعورها وعماله تولول وتصرخ عليه ولا كانه جوزها ولا بقيت اهلها البعيد. وكلكم ياما ودخلتها عليه وسط رجالته الجعر ده وتوضع على ايده. اقول لك ايه بس ياما، اني خلاص خلاص ما عدليش عيش معاكم ابدا، ولا يعني كمني صغير عنها نضرب بالصرم واشوف الفضايح دي وانا ساكن. في ايه يا ولد؟ مالك عامل هوسه ليه؟ مفيش. بيقول لك ايه الولد يا يامه؟ ايه يامه في ايه؟ رحت للسيد بيته يا فاطمه؟ ايوه رحت له. وفيها ايه دي؟ الراجل انصاب وهو خارج من عندنا، انصاب من تحت راسنا، مش واجب نسال عليه؟ انا ما قلتش حاجه يا بنت، بس انت عارفه كلام الناس كتير. قطع لسان اللي جيب سيرتي بساوي. يبقى انا عرفت دلوقتي قال لك ايه الولد الصايع ده. فاطمة انت ولا امين؟ اسمع يا فاطمة ما اقولك اللي قلت لامك ده ولا وايه اللي بتعمله ده؟ فاطمة انا معدت الصغير عشان تهزقيني كل شوية والتانية. ها؟ ايه ده؟ بتلم هدومك؟ والله عال على فين يا راجل بيتنا؟ نتكلم بالعقل ارد عليك. عقل؟ لو العقل طلع لك امتى يا ولا؟ طب اقعد يا اخوي قول كلام العقل يا ابن امي. ما تنطق يا والا. الناس يا فاطمه، الناس بتتكلم عليك انت وعم السيد ما حدش قال لي. قالوا ايه الناس؟ كانوا الاول بيقولوا عليه القط اللي مسكوه مفتاح الكرار، لكن بعد ما شافوك النهارده قالوا ايه النهارده يا فاطمه؟ انت بتتريقي. بلاش. انت قلت ايه لما جابوا سيره اختك بكلامهم الزفر؟ وانا هقول ايه؟ ما انا شفت اللي شافوه. قطع لسان الكبير قبل الصغير. بيتشطروا عليا يعني؟ يروحوا يتشطروا على الانجليزي والفرنساويه اللي بيسكوا عليهم بيوتهم من المغرب زي الولايه. الراجل اللي ملقاش في اليم السودا دي غير سيره فاطمه على لسانه، راجل يستاهل حش رقبته. ضفر اللي بيطيروا المقص اشرف من رقبيهم. يعني انا غلطان ان انا بنبهك؟ تقلع جزمتك وترد على اللي جيب سيره اختك يا راجل يا حر. هي الدنيا جرى فيها ايه يا ولاد؟ مش هاني فاطمه بنت امين المنزلاوي الكبير سيد البحر اللي خيره على الناس كلها؟ ما هو ده اللي عزز عليهم وعليا انا كمان يا فاطمه. اضحكوا يا اللي مالكوش نفس. ايه اللي عزز عليكم وعليهم يا ضنايا؟ صرفيك اسم ابوك. السيد مهما كان صابي عند ابويا الله يرحمه. تفهم بقى يا ولا؟ ابوك ما ماتش، ابوك راجع زي ما خدوا البحر هيرجعه.
أمين المنزلاوي الكبير مصيره يرجع، ويوم ما يرجع هيكتب لي كتابي بنفسه على السيد المطراوي، راجله اللي صان غيبته. السيد اللي بتقول عليه ده صرف عليك من عرقه وأسهم معانا لقمته. خير أبويا سابق. أديك قلت، يعني رد جميل. مين بقى في البلد سأل علينا تعشينا ولا بيتنا من غير عشاء، بردنا ولا تغطينا؟ مين فيهم أبوك ملوش فضل عليه؟ بيكلموا عن السيد؟ حقا لاختشوا ماتوا يا ولاد. أمين، أنا حوضب لقمة للسيد وتروح توديها له، يا إما هروح أنا. يا واحد ايه؟ قوم يا ريس، بر نفسك وادعي للست فاطمه. انا يالك وليه التعب ده يا مين؟ عاوز حاجه تانيه يا عم السيد؟ انا ماشي. الله، مش لما تشرب الشاي الاول؟ ببعت الصينيه مع البول. ماله يا ريس؟ شيل الاكل ده من هنا يا ابويا. ايه؟ مش هتاكله ولا ايه؟ ملهاش حق فاطمة. يلا يا ولاد كلوا انتوا، وانا هتاكل مع امين لما يرجع. وكل يوم عدس عدس. ايوه يا اختي، كل يوم عدس عدس، نعمه من ربنا. حد لاقيها؟ ايه ده يا ام، ما اكلتيش ليه؟ كلي حته الورتي. فرقيها على العيال. ايه يا فيها ايه تفرق؟ ما العيال بياكلوا. كل انت عشان الدواء اللي بتاخديه ده. بت راح فين يا بت؟ امشي انزلي كلي مع اخواتك، اجري. الله، اهو امين راح رجع اهو. من فضلك، مش ده بيت امين المنزلاوي؟ قالوا لي انه ساكن هنا. ايوه ده بيته، واني بنته. انت جاي من طرفه؟ لا مؤاخذه، اللي انا بسال عليه صغير. اه قصدك امين اخويا؟ هو موجود؟ لا. انت عايزه في ايه؟ طب معلش هبقى افوت عليه وقت تاني. وقت تاني ايه وتالت ايه؟ مش تقول انت تبقى مين وعاوزه ليه؟ يا فاطمه تعالى يا خالتي. عن اذنك. هو يا اصله مين ده يا فاطمه؟ انا عارفه اهي بلاوي بتتحدى. خدي خدي شويه الرز دول، غدي بيهم العيال. تعب نفسك بس ليه يا خالتي؟ ما العيال اتغدوا وقشتهم رضا. الله الله، ايه مبروك في ايه؟ الله، شوفي قلة أدب العيال، ياكلوا أكل أمهم ويتعاركوا عليه كمان. ما تزعليش يا راوية، سيبيه وتعالي، أنا جايبة لك معايا حاجة حلوة. طب يا مبروك، اصبر عليا بس. ولا يا ممدوح، قوم يا مسعود، أنت اغسل إيدك ووشك، قوم. قوم يا ولد، قوم. بتضحكي يا أما؟ عاجبك زغفة عيالك؟ ذنبك على جنب. خد انت الدواء كده على لحم بطنك واتحكي. ايه ده؟ دي خاله عسله بترش حنيتها. الحقي كلي لك معلقتين قبل ما يشوفوك العيال ياكلوهم منك. واخره جمال الوليه دي يا اختي. يما انت رخره، هي بترش النهارده، ربنا يرزق ونرش احنا بكره. كلي كلي. ما تيجي يا وليه عسله، امي صاحيه هتسلم عليك. سيبي ده وروحي اعملي لها كوبايه شاي، اما تاكلي تشربوا سوا. مساء الخير يا ام فاطمه. خير عليك يا عسله، تعال. الولية أمي مكسوفة تاكل قدامك من اللي انت جايباه يا خالتي. ربنا يقدرنا على رد جمايلكم، خيركم سابق يا بنتي. قولي لها بقى بيت. أما أقوم أعمل لكم شاي على ما تجيبوا سيرة الخلق يا قرشانة من اللي كليها. بنت يا فاطمة. يا أختي إن شاء الله تتهني يا فاطمة، أعيش وأشوفك كده في بيت عدلك يا رب. ويطمنا على أبوكي.
اللي لادي شفت لك رؤية حلوة قوي يا ام فاطمة. شفت لك يا ستي مركب كبيرة عليها أعلام أبيض فابيض، وعلى الدفة قاعد لك مين؟ سي أمين بوشته الأحمر ودراعاته العافية، وبيزعق بعزم ما فيها عليا، يا أم سعد يا أم سعد. زعقت وقلت له أيوة سمعك يا أخويا، قول. مد آدم قدامه طراسي وقال لي اسنديني عشان أنزل على الشط. في الهم والزعبين نفرد قلوبنا قلوب في بحر الغيب، نهرب من الدوامة نتعامى نتحامى في الحلم الهني ونغيب. ايه الجزيء قلت كتير عالتي حلاوة يا عيال. يا نهارك اسود ومنيل يا امين. ترى ايه اللي عواقب كده يا امين؟ مش هقدر اساعد الجماعه دول اما واثقين بالسلامه. يعني يسرق ويلطخ سمعتنا وسمعه ابوه في الوحده.